فوجئنا بصعود مياه جوفية مشحونة بالتربة، وهذا يعني ما عطل ويعني زاد يعني خلق لنا مشاكل في الوصول الى الضحيه. والامر الثاني يعني لما البارح بالامس يعني لحقنا حتى المترين ونصف من الضحيه، وللاسف لقينا الانبوب مملوء بالمياه الجوفيه اللي هي كذلك مشبعه بالتراب، ولهذا يعني نقدر نقول بان يعني رسميا ان الضحيه متوفاه الله يرحم المرحوم برحمه الله. والان العمليه متواصله في ظروف ثانيه صعبه لاننا لانتشال جثه المرحوم. يعني في لماذا يعني نحاول ننقذوا ضحيه باش نخسروا اخرى يعني، ولهذا يعني احنا رانا نقوم بانتشال جثه تاع المرحوم، ولكن يعني مادا السيد راه متوفي يعني ما كانش هناك استعجال، فلماذا يعني الضغوطات هذه باش نخرجوا بسرعه بطريقه يعني عشوائيه؟ احنا بناخذوا وقتنا نخرجوه يعني بطريقه سليمه حتى يتم دفنه يعني وتكريمه والصلاه عليه يعني في ظروف جيده. واليوم رانا في قبنا ونشرفوا بخاوتنا لعزه الكرام اللي راهم فارحين معانا وواقفين معانا في جهاد، وهذا راه جهاد في سبيل الله. اللي ما جاش وما حضرش هنا راه يتكلم بالبورطابل، اخوتنا الاعزاء نتشرفوا بك في القناه ونتشرفوا بالسلطات، ولكن اليوم اللي راهم يحفلوا من نهار الثلاثاء، من نهار الثلاثاء على الوحده نتاع النهار يحفلوا المقاولين، المقاولين هم اللي راهم يحفلوا، والشعب الجزائري هو اللي راه يمد في الكسره والخبز يوكل فيه في بعضه في هذا العلب المهزوم. ايها اخوتنا الكرام، اليوم احنا ما فاتوناش حتى بحاجة، ما فاتوناش حتى بحاجة، ما عطوناش حتى بهذه الطريق منا حتى لبيتنا، هذه منا طلع على السطيف، هذه مديورة جاهزة وراها تخدم وها متكسر فيها ماتريالنا والحمد لله شافتها العين. وكان جوالي والله جا رئيس الدائرة يطابوها له ويديروها لنا تراب الصباح يطيح عليها المطر، تصبح حفرة كما بكري. أخوتنا الأعزاء اليوم رانا تمرمدنا.